مشاهدينا الكرام في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم وطابت أوقاتكم بكل خير وأسعد الله ليلتكم. حلقة خاصة واستثنائية في حوار هادف عن انتخابات مجلس النواب اللي خلاص قربت إن شاء الله بإذن الله، وبالذات المرحلة الأولى اللي هتكون الانتخابات فيها 21 22 23 أكتوبر في خارج مصر و24 و25 أكتوبر داخل مصر، ودي المرحلة الأولى اللي فيها 14 محافظة. والنهاردة إن شاء الله هيكون معانا ضيف مسجلين معاه حوار من المرحلة الأولى من محافظة البحيرة اللي داخلة في ال 14 محافظة للمرحلة الأولى. زي ما شفنا الفيديو اللي قبل ما ندخل معاكم في حوار هادف، ناخد من كلام الرئيس. الرئيس بيقول انزلوا وشاركوا وادفعوا بالنجباء والشاطرين. إذن انت عزيز المواطن المصري، انت عزيز الان موجود في مصر، انت اللي هتختار اللي يمثلك، مفيش حجه. ما تقولش انا والله ايه لازمتي اللي انا انزل. طيب تشجيع المشاركه والنزول عشان حاجه؟ مش عشان حاجه، عشان انت هتدي توكيل للنائب اللي هيكون موجود مكانك في مجلس النواب، اللي حقه التشريع والقوانين والرقابه على الحكومه، هو اللي هيمثلك ويكون مكانك. اذا الناس اللي كانت بتيجي بالفلوس ويقول لك والله انا اشتريتكم بفلوسي، دي خلاص انتهى هذا الزمن. هتقولوا لي ازاي يا عم ده الكلام ده مش حقيقي؟ هقول لك ازاي، لان النهارده هنتكلم عن دائره هي دائره ابو حمص وايدكو، الدائره الثالثه في محافظه البحيره اللي ان شاء الله الانتخابات القادمه ليها زي ما قلنا مواعيدها. يعني مركز ومدينه ابو حمص وايدكو من المراكز اللي فيها ناسها واهلنا فيها الكرام، ناس بسطاء جدا، ناس تهمهم حاجه واحده بس، الحياه الكريمه. لا بيطلبوا رفاهيات ولا بيطلبوا يعني أي حاجة، بيطلبوا يكون نائب موجود فعلا يمثلهم في دور تشريعي وقانوني ما يفيدهم، وأيضا يكون خدوم، يكون فتح موبايل ويكلمهم، يكون لو حصل لهم مشكلة ولا حاجة عاوزينها منهم. ناس كلها بسيطة جدا جدا جدا. نعلق مثلا على أبو حمص وكثير من المشاكل اللي فيه. عانى أبو حمص من كثير من المشاكل الماضية خلال 30 سنة فاتت، أكثرها الموضوع الكوبري على المزلقان، وإلى الآن التكدس على المزلقان، ويمكن خلاص محافظ البحيرة بدأوا في موضوع بقاله سنة موضوع إنشاء الكوبري. تعالى الكوبري تسونس اللي ما بين اللي هو اللي عند الخط السونس كوبري السونس، وبيطالبوا بيه الناس هناك اللي بتعدل الطريق، وفيات ويعني حاجة أزمة ومش عارف إيه اللي موقف الموضوع. تعالى على المستشفيات والصحة، ما فيش إلا مستشفى واحد عام فقط. تعالى على الطرق والتكدس اللي فيها وعدم تمهيدها. نحتاج فعلاً اتنين، اذا كنا هنختار اتنين في دائرتي ابو حمص وايدكو، نختار الناس اللي تحط ايديها على المشاكل بتاعه المركزين دول اللي هو ابو حمص وايدكو. كمان نختار اللي يمثلنا صح، واللي ما يقفلش بابه بعد كده يقول لك والله انا اشتريت المنصب بفلوسي، والله انا استاهله اساسا، رشحت نفسي كذا مره، والله اصل ده قريبي انا هروح ارشحه، والله اصل ده من قبيلتي وجماعتي. لا يا جماعه، الموضوع مش كده. الموضوع صدقوني لو مشى ان الشباب كمان هي اللي تشارك وتنزل واختار اللي انت عاوزه، واختار حتى القائمة اللي انت عاوزها، هيجي الناس اللي انت عاوزها. لكن اللي يقعد في البيت او ما يشاركش او حتى يروح ويسمع كلام الاخرين، يلا رشح فلان وعلان واوا والمصالح واخرها، المصالح لن تدوم، ولا حتى الفلوس اللي هتتدفع لن تدوم، ولا حتى اللوحة اللي بتتعلق واوا واوا، اللي هيدوم عضو برلماني يأتي يكسر الدنيا. ابو حمص زمان اتقال فيها من ثلاث يعني من اكثر يمكن يحضر الناس الكبار، قال لك انا اشتريت الاصوات بدجاجه، فعيب قوي. انتهى هذا الزمن من المساومه، انتهى هذا الزمن. الان زمن انك تنزل وتختار اللي يمثلك عشان يظبط ملف التعليم، يظبط ملفات الصحه وقوانينها، يظبط الناس المربيين كمركز ابو حمص وايدكو من المراكز، يعني ابو ايدكو فيها المركز الساحلي وفيها الصيادين، ابو حمص مركز ريفي متسع الاراضي الزراعيه، فيه الثروه الحيوانيه والداجنه. محتاجين إلى النظر أكثر إلى حلول المشاكل. أنا حاجة بس أعقب عليها صغيرة جدا، منتشرة كثير جدا في أبو حمص وإيدكو، معرفش يعني هو ده اللي وصل لنا حتى على صفحات البرنامج ومعانا صور بكده، السيارات الميكروباصات اللي بدون لوحات.
السيارات، الميكروباصات، طب التكاتك الله يكون في العون، السيارات، الميكروباصات اللي بدون لوحات معدنيه منتشره كثيره كثيره جدا، وتيجي تكلم المسؤول اللي في مثلا في المجلس المدينه او الوحده المحليه يقول لك والله ده مستنيين لسه اللوح من المرور، اصل لسه معاهم رخصه ولا مش، انا مش فاهم صراحه، لكن الناس دي بتعمل حوادث فعلا. ويمكن في حادثه لسه قريبه كانت موجوده سياره وصدمت احد، لكن يجب النظر لموضوع التكدسات وموضوع السيارات اللي بدون لوح معدنية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتحاور مع شخصية من اللي مرشحة على دائرة أبو حمص وإتكو، شخصية جميلة جدا، وشخصية لما نتكلم هي شابة وطموحة، شاب طموح تخرج من كلية الطب البيطري وعمل بالأدوية البيطرية، وتدرج في العمل في الأدوية البيطرية في تطوير الثروة الحيوانية والداجنة ومساعدة الآخرين، شارك في العمل في الجمعيات الأهلية والخيرية، وهو أيضا صاحب مجموعة ماضي لتجارة الأدوية البيطرية، وأيضا المدير العام لشركة بايوفيت فارما لصحة الحيوان، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية المصرية الدولية للتجارة، وهو المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرتي عن دائرة اللي هي الدائرة الثالثة أبو حمص وإتكو، رقمه 9 ورمز المروحة، الدكتور هاشم عبد الجواد ماضي. دكتور هاشم ماضي شخصية شابة وشخصية طموحة، وتكلم في الحوار عن كثير من المشاكل اللي موجودة في الدائرة، وطموحه كبير جدا، وكان يقول لي لما بنزل للناس، الناس بسيطة فعلا وعاوزين أقل حاجة خالص، الحياة الكريمة. عشان كده احنا سجلنا معاه حوار لانه ما كانش فاضي، كان نفسنا يبقى موجود معانا على الهواء مباشره في الاستوديو حاليا، سجلنا معاه الحوار ده، ومتعب ومرهق ومن لفه في الدايره في الفتره اللي كانت قصيره، الدعايه الانتخابيه الماضيه، الصمت الانتخابي يبدا الاحد، الانتخابات زي ما قلنا في خارج مصر 21 22 23 اكتوبر، وفي داخل مصر 24 و25 اكتوبر. يعني احنا هنروح دلوقتي نشوف التسجيل اللي كان معايا مع الدكتور هاشم ماضي المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة ابو حمص وإتكو في محافظة البحيرة، رقم 9 رمز المروحة، ونعود لكم الى الاستوديو مرة اخرى لمداخلاتكم الهاتفية والمشاركة الفعالة في البرنامج. نروح للحوار واستنونا. زي ما قال رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي للدعوة للانتخابات، وقال شارك في الانتخابات وادفعوا بالنجباء الشاطرين. النهارده في حوار هادف فعلا هنلتقي بشخصية شابة طموحة، والنهارده هو اللي استضفنا عنده. حب الجماهير وحب الشباب والكبار له، هذا الشاب الطموح وحبه الشديد لمصر هو ما دعاه للترشح لعضوية مجلس النواب القادمة. هو طبيب بيطري وعمل في مجال الأدوية البيطرية، وعضو فعال في الجمعيات الأهلية والخيرية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماضي للأدوية البيطرية، ومدير عام شركة بايوفيت فارما لصحة الحيوان، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للتجارة، وهو المرشح لعضوية مجلس النواب 2020 القادمة إن شاء الله برمز المروحة رقم 9 عن دائرة أبو حمص وإتكو الدائرة الثالثة في محافظة البحيرة. أهلا بك دكتور هاشم ماضي. اهلا بيك دكتور محمد، وشرفتونا النهارده في ابو حمص ونورتونا. معلش هو ضيق الوقت، اضطرينا نسجل هنا الحوار لان الانتقال بالنسبه لي صعب، لان انا المفروض ان انا انزل لكل مواطن وكل فرد في الدائره، انزل اقعد معاه وانزل اسلم عليه وانزل اقول له رؤيتي وطموحاتي الانتخابيه، عشان الانتخابات الفتره قصيره جدا ووجيزه، فده اللي خلاني نستضيفكم النهارده. لكن انا كنت مرحب جدا ان انا اطلع معاكم على الهواء، بس هو ضيق الوقت هو اللي خلانا نعملوا اللقاء عندي في المكتب، وانتوا النهارده ابو حمص وشرفتوها، وان شاء الله يكون لقاء كويس، وبشكركم مره ثانيه. ان شاء الله باذن الله احنا في حوار هادف بنتشرف بدكتور هاشم ماضي، هو المرشح لعضوية مجلس النواب لدائرة أبو حمص وإتكو. الانتخابات زي ما انتم عارفين هتبدأ 21 و22 و23 أكتوبر الجاري في الخارج في خارج مصر، و24 و25 أكتوبر السبت والأحد بعد المقبلين هيكون إن شاء الله في داخل مصر.
دعوة للمشاركة والنزول الفعال لكل المواطنين، دعوة إلى المشاركة الفعالة واختيار من يمثلكم. انتهى عصر المساومة، الآن أنت اللي هتختار الشخص اللي هيمثلك، مش هتختار لا واحد دفع فلوس فيقول لك أنا والله اشتريتكم فلوسي، ولا هتختار حد مش على قدر من الثقة. عشان كده نبدأ مع دكتور هاشم ماضي الحوار، وهو رقم 9 إن شاء الله بإذن الله رمز المروحة. دكتور هاشم عرفنا بنفسك، ونبدأ من الدكتور هاشم ماضي الإنسان. بالنسبة للدكتور هاشم ماضي الإنسان، أنا نشأت في بيئة طيبة، بيئة عادية جدا، بيئة ريفية زي أي حد من إخواتنا من الشباب أو من أهلنا كلها، لأن أبو حمص وإيدكو برضو بلدين ريفيتين. كنت طموح بطبعي من بداية عملي، بدأت أعمل صيدلية بيطرية، ده بالنسبة لعملي. الحمد لله بدأت أكبر الموضوع، بقى عندي صيدلتين بيطريتين دلوقتي، وبفضل الله ربنا وفقني إن أنا أعمل شركة أدوية ومصنع أدوية. فأنا طموح بطبعي، فحبيت أنقل طموحاتي دي لدائرة أوسع وهي خدمة الناس، وحبيت أترشح لمجلس النواب عشان أقدر أخدم الناس. هو مجلس النواب مش مجلس خدمي، بس بيتطلب مننا إن احنا نخدم الناس كنواب، لأن النائب البرلماني هو صوت الناس وصوت كل فرد في دايرته، فلازم كل فرد يلجأ له في كل خدمة بعلاقاته أو بعلاقات المحاطين بيه كنائب يقدر يخدم الناس. فإن شاء الله نسعى للموضوع ده، ونكون عند حسن ظن الناس، ونقدر نخدمهم إن شاء الله إن وفقنا الله لذلك، وإن لم نوفق يعني إن شاء الله برضو نخدم الناس ونقدر نوفق كل طلباتهم واحتياجهم اللي ممكن تنطلب مننا في يوم من الأيام، إن كنت نائب أو ما كنتش نائب، وربنا يقدرنا على كده إن شاء الله. كل التوفيق بإذن الله في الانتخابات المقبلة. دكتور هاشم، نعلم أن عنك الكثير في المشاركة المجتمعية والمشاركة في الجمعيات وغيرها من العمل العام، حدثنا عن ذلك. والله هو يعني المشاركة الحمد لله موجودة، بس يعني أنا برضو أختصر الكلام في الموضوع ده، مش عايز حديث فيه طويل، لأن الحاجات دي أنا الحمد لله بعملها من زمان، مش عايز أدخل في تفاصيلها، وإن شاء الله الناس تشوف رؤية أوضح بعد كده للخدمات إن كنت ممثلا ليهم أو لم أكن ممثلا برضه، لأن النطاق بقى واسع ونطاق الدائرة كبير، التعرف على الناس بقى بشكل أكبر بشكل أوضح، بقى معظم الناس عارفيني وأنا عارفهم، الخدمات هتبقى أكتر من كده بكتير. فانا ما كنتش بعمل خدمات كتير يعني عشان برضه اتحدث عنها، او مش عايز اتحدث عن ما بعمله ما بيني وما بين الله، فده موضوع مش حابب ان انا اتكلم فيه كتير. وفقك الله دوما دكتور هاشم. وبنسالك دلوقتي يعني ده السؤال التقليدي يعني، بس هم دلوقتي المشاهدين اكيد برضه هيحبوا يسالوك فيه، ايه اللي دفعك للترشح لمجلس النواب؟ يعني هل كانت فكره المقربين، الاصدقاء، كانوا شباب اكثر كبار يعني؟ والله أنا اللي دفعني للترشح لمجلس النواب زي ما قلت لحضرتك، إن أنا عايز أخدم الناس في المجتمع ككل، وشايف إن في مشاكل كتير محيطة بينا وملهاش حد يقدر مش يقدر يحلها، ملهاش حد عايز يتواصل إنه يحلها. يعني في مشاكل ومشاكل بتبقى للناس البسطاء، الناس العاديين، المشاكل دي عايزة تخلص بشكل أو بآخر، بس مفيش حد بيساعد إنه يقدر يخلص المشاكل دي. فقعدت كتير من زمايلي، قعدت مع ناس شباب كتير من المقربين ليا، فوضحوا لي وجهة النظر ان انا ليه ما ترشحش للبرلمان بما ان انا بخدم او عايز اخدم. فقلت لهم والله الموضوع ممكن ياخدني من شغلي، ممكن ياخدني من بيتي، من اسرتي. طب الفترة دي كان الكلام ده على فكرة مش المرة دي، كان الكلام ده من 5 سنين قبل كده. من الدورة اللي فاتت. نعم. فقلت لا استنى شوية الأمور تستقر أكتر من كده في العمل، في المنزل، في الأسرة، في المحاطين بيا، أقدر أأدي أكتر من كده، أقدر أتفرغ لخدمة الناس أكتر من كده. والحمد لله يعني وصلت لمرحلة مستقرة نوعاً ما بشكل كبير في حياتي الأسرية وحياتي العملية،
اقدر دلوقتي اتفرغ لخدمه الناس. ده اللي دفعني للترشح، لان انا شايف مشاكل كتير مواجهانا في الشارع ومواجهه الشباب ومواجهه الناس في الدائره ككل. اقدر اسعى لحلها، مش هقول ان انا هحلها، اقدر اسعى لحلها برؤيتي، باللي انا شايفه ان انا اقدر اعمله. تمام. والله المستعان. ده السبب الرئيسي اللي خلاني اترشح. احلام الناس اللي انت بتشوفهم في الدائره احلام بسيطه، ان هو يعيش حياه كريمه. هل في الفتره القصيره دي اللي انت نفسك قلت انها فتره قصيره اللي انت بتلففهم في الدائره، او اللي هي اثناء الدعايه الانتخابيه، ايه اهم يعني قدرت توضح رؤيتك؟ ايه اهم الحاجات اللي انت شفتها في الدائره؟ وهل قدرت توضح افكارك ورؤيتك للناخبين او للناس اللي في دائرتك في الفتره القصيره دي؟ انا قدرت اوضح رؤيتي للناس، لمعظم الناس اللي قابلتهم. طبعا انا ما قابلتش الناس اللي في الدائره كلها، لان اولا المركزين مركز ابو حمص ومركز ايدكو من المراكز الكبيره مساحه الاراضي مساحه، والمباني في قرى متفرقه، فانا مطلوب مني ان انا انزل اقابل كل الناس واقعد مع كل الناس واتحدث مع كل الناس، واقعد في بيت ده اشرب معاه شاي، ممكن اقعد في بيت ده اتغدى معاه، مفيش مساحه. هو كل الموضوع ما بين اعتقد من 18 او 13 يوم انك تقعد تلف الدايره وتشوف كل الناس، والناس يرحبوا بيك، وتسمع الحاجات اللي الناس عايزينها. فانا ما اقدرش اعمل كده. فانا عايز دي برضه اوجه رساله للناس اهل دايرتي، انهم يسامحوني ان كان في تقصير مني في الموضوع ده، لان انا بطبعي ريفي، فكنت المفروض اوصل لكل بيت اقعد معاه اشوف ايه مشكلته بالنسبه للبلد، اقعد معاه ادردش معاه فيها ممكن تتحل عن طريق ايه، حتى لو انا مش نائب برلماني ممكن تتحل عن طريق حاجه بسيطه، ممكن هو يقدر يحلها بالنقاش، ممكن انا اقدر احلها له بالخدمات. نعم. فده الحاجه اللي واجهتني من صعوبه. من اكثر المشاكل اللي واجهتني من صعوبه وانا بلف في الارياف، سيده كبيره في السن قالت ان شاء الله انا هدعي لك. قلت لها طب يعني ايه المطلوب مني؟ انا قلت لها ايه المطلوب مني كخدمه يعني. قالت لي لا انا هدعي لك ان ربنا يوفقك، بس انا في حاجه ناقصاني، لما تنجح وتتوفق يبقى تعالى اعملها لي. انا مش ناسي الكلمه دي منها. قالت لي انا ما دخليش في البيت ميه لحد الان. فدي كلمه اثرت فيا جدا، ان ازاي ما زال احنا داخلين على 2021 في قرى ومفيش ميه واصله لاهالينا في القرى او بعض القرى. بلاش برضو نخلي الموضوع عام، الناس بسيطه واحلامهم، والناس بسيطه محتاجه ميه، مش محتاجه فيلا تسكن فيها، مش محتاجه عربيه تركبها، مش محتاجه حاجه كبيره يعني، مش حلم بسيط. حياه كريمه من ضمن الحياه الكريمه اللي هو الميه. فقلت لها ان شاء الله ربنا يوفقني، ما تقلقيش يعني، المطلب ده ان شاء الله اعتبريه بسيط يعني. فدي من الحاجات اللي اثرت فيها فعلا في الدايره. يعني الموقف ده اثر فيك جدا جدا جدا. انا مصمم على جدا الموقف ده اثر فيا، وان شاء الله يعني ان اعانان الله ووفقت او بقى الموضوع او هيبقى اول ملف تفتحه على طول. اول ملف الميه، لان الملف الميه بالنسبه للقرى ديت اللي هي ما وصلهاش الميه، دي حاجه من متطلبات الحياه الاساسيه. فدي حاجه يعني حاجه بديهيه انها تبقى في كل بيت. بالنسبه للمواضيع الثانيه بقى، مواضيع الميه برضو بالنسبه لمركز ابو حمص ومركز ايدكو، ان الميه مش صالحه قوي للاستخدام يعني. ده دليل ان مثلا كل بيت دلوقتي في فلتر مياه لتنقيه المياه. في مشاكل في ايدكو كتير، ان المياه ما بتوصل لهمش معدل ثابت او ميه كويسه، الضخ بتاعها ضعيف. دي برضو من المشاكل اللي واجهتنا بالنسبه لايدكو. بالنسبه لابو حمص، بالنسبه بقى للدائرتين بقى عندك مشاكل كتير بقى، مشاكل طرق، في البنيه التحتيه عندك مشاكل الصرف الصحي. نعم. عندك في مشاكل في التعليم، في دي هنعمله يعني ان شاء الله، ندرس الملفات بتاعتها. في عندك مشاكل برضو في المستشفيات. انا نفسي اعمل مثلا مستشفى في كل مجلس قرى يعني، كل مجلس قريه يبقى فيه مستشفى ابو حمص عشان مساحتها مستشفى يعني، عشان يبقى عشان يخف الضغط على المستشفيات المركزيه. مش هقدر اقول لك مستشفى في كل قريه، لا، طب في كل مجلس قريه في وحده صحيه،
عايزه تتطور بحاجات بسيطه على فكره، مش حاجات ادوات وكده، لسه بيشكو ابطال ادوات واسره ووحده عنايه مركزه ده كله هيخلي الناس في مجال الصحه تبقى الموضوع احسن. الحاجات دي مجال كلها الصحة برضو والتعليم، وانت قلت الطرق كمان. لا الطرق انت شايف كوبري تسونس كمان الناس بتطالب بيه، يمكن الكوبري العلوي اللي كان على المسجد. كوبري تسونس ده ملف برضو من الملفات على فكره، مش كوبري تسونس بس، في كذا اماكن المفروض يبقى فيها كباري عشان صحه المواطنين وعشان حالات الحوادث وبين تجعنا حالات وفاه او حالات عجز كلي كثير صح. بيبقى في متضرر الاسر من كده، وخاصه انها اسر بسيطه. الملفات دي كلها ان شاء الله يعني هنفتحها ان شاء الله، كنا موفقين ونشوف الملفات دي في البرلمان القادم باذن الله. تمام. طيب هنا ملفات التعليم، ملفات الصحه، ملف الصحه، وقلت ملف الطرق هو فعلا مهم، والقياده السياسيه دعمت الطرق بكثير من المشاريع في الفتره الماضيه، ولكن تتحدث عن الدائره بعدم ببعض المشكلات اللي فيها الحال. انا هتحدث عن الدائره وعن الريف المصري، لان معظم طرق الريف المصري لا طرق غير صالحه للمرور عليها، المرور الادمي مش مرور السيارات او مرور اي حاجه، يعني المرور الادمي. في حاجات تانية زي مراكز الشباب. مراكز الشباب متهالكه، حمص ليست مراكز، ليست مراكز، لا سيبك من مركز الشباب اللي في المدينه، ده مركز شباب في المدينه بيخدم شباب المدينه اللي هم ممكن يكونوا مؤهلين للخروج بره المدينه. هو عايز تطوير وفي حاجات كتير عايزه تتعمل فيه، لكن عندك مراكز الشباب اللي في مجالس القرى، لا دي مراكز شباب لا تصلح للشباب اللي هم المفروض ان هم ثمار المجتمع. المفروض ان هم يروحوا مراكز الشباب يطلعوا الطاقه اللي عندهم كلها في مراكز الشباب وفي الرياضه، بدل الموضوع ما ينجرف من الرياضه لمواضيع ثانيه. فلازم يبقى في نظره، وده ملف خطير جدا ان احنا لازم نفتحه، اللي هو ملف مراكز الشباب وتطويرها والاهتمام بيها، عشان نقدر نحافظ على الشباب عامة في المرحلة دي، لأن الشاب مواكب لكل المشاكل، مشاكل أخوه الأصغر منه، مشاكل والده الأكبر منه، مشاكل صاحبه، مشاكل أخوه اللي ممكن يكون في سنه أو متقارب منه. فسن الشباب ده بيبقى واخد معظم المشاكل العمرية وبيفكر بيها، فإحنا لازم نهتم بالشباب ومراكز الشباب وملفات التعليم. انا نفسي اعمل في الدائرتين مصانع، يعني دي حاجه من رؤيتي. بقى انت بقيت عضو ان شاء الله في البرلمان، ومطروح امامك الان ممكن الموافقات لبعض تغيير القوانين وبعض المشاريع، هيبقى اولوياتك ايه؟ وانا اعلم انك حريص على الموضوع حتى البطاله والتشجيع على الوظائف، والدائره اللي هي ابو حمص وايدكو يعني ما فيش يعني فيها، يعني حتى جامعه دمنهور اظن انت كان من اولوياتك، اعلم انت قلت لي ان نفسك انت تبقى في كليه او كليتين موجوده على الاراضي بتاعت الدائره. تمام. اتفضل. هو بالنسبه اولا انا لا اؤمن بموضوع اسمه برنامج انتخابي للنائب البرلماني. لان النائب البرلماني ده نائب تشريعي، ده بيسن القوانين اللي تخدم المواطن، يا اما تخدم المواطن يا اما قوانين ما تخدمش المواطن، فده دوره الاساسي طبعا، زائد او مع الدور الرقابي على الحكومه، الدور الثاني اللي هو الموازنه العامه للدوله. فانا عملت حاجه اسمها رؤيه انتخابيه، ما حبيتش انه يبقى برنامج انتخابي، وسميتها طموح شاب نحو مستقبل افضل، اللي هو ان انا في سن الشباب انا نفسي كشاب مش كنائب، انا نفسي كشاب يبقى عندي ايه في دايرتي او عندي ايه في بلدي، ان انا طمحت مثلا ان التعليم يبقى كويس كتكدس في المدارس نحاول نعالجوه، حلمت ان الصحة تبقى كويسة بالنسبة لموضوع المستشفيات في مجالس القرى، تبقى مستشفيات صغيرة تخدم الناس اللي موجودة، حلمت ان مراكز الشباب تبقى مقارنة بأي أندية تانية كأندية خاصة، حلمت بموضوع الاستثمار كرجل صناعة، ليه ما يبقاش عندنا في الدائرتين مصانع تخدم، طبعا في ايدكم مصانع لان ايدكم بلد صناعية، ليه ما يبقاش في مصانع اكتر تخدم الشباب هناك وتحاول
تقلل موضوع البطالة ويبقى في فرص عمل للشباب، فرص عمل وسكن وتشغيل. لا ده المصانع على طول كتير غير كده. لا غير كده، ما انا جاي حضرتك في الكلام. الاستثمار من 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 ده بيبقى موضوع كبير. لو في منطقة صناعية في أي مكان، نعم، المكان كله بيزدهر، سواء طرق، سواء بنية تحتية، سواء تعليم، في أي حاجة، زي ما بنشوف المناطق الصناعية الموجودة في الدولة كلها. ممكن الاستثمار هو اللي ينمي المدن، يعني ممكن ما يبقاش تنمية المدن على كاهل الدولة، ممكن يكون عن طريق خلال الاستثمار، خلال المصانع، من خلال رجال الأعمال، كل ده ممكن تنمية أي مدينة من خلاله. ده غير موضوع المصانع، الموضوع بتاع مراكز الشباب انها تبقى برضو مؤهلة. الموضوع اللي بعد كده موضوع الخدمات للمواطنين، زي الصرف الصحي او زي برضو الطرق. انا بحلم ببيئة كويسة نبقى فيها، ليه ما يبقاش في متنزهات خضراء الناس تطلع تقعد فيها، بدل ما يقعدوا على الكافيتريات، بدل ما يقعدوا في اماكن تانية، تطلع في المنتزه الخضراء ديت. لحد الان مش موجود الكلام ده بكثير في ابو حمص. ايدكم مثلا بلد ساحليه لحد الان ما فيهاش شاطئ، ليه ما يبقاش فيها شاطئ؟ ده هتزدهر بيه برضه السياحه في ايدكم، هتنقل البلد. الموضوع حضرتك اثرته اللي هو موضوع ان يبقى فيه في ابو حمص او في ايدكم كليه تابعه للجامعه. ده موضوع جميل جدا، لان الكليات بتنمي اي بلد بيبقى فيها جامعه كليه. بلاش جامعه بصيغه جامعه، برضو كليه مثلا في ابو حمص، كليه تابعه للجامعه، تابعه للجامعه دمنهور، لان برضو الموضوع متقارب في الوقت. احنا ما بيناش وبين دمنهور كتير، بس دي هتنمي البلد اقتصاديا، هتشغل شباب، هتفتح هتفتح مشروعات صغيره بالنسبه للشباب. ده بالنسبه للمواضيع اللي انا بتطرق ليها. بس اعتقد ان ده معظم الحاجات اللي انا ممكن اعملها ان شاء الله. اتمنى لك كل التوفيق. وفي ملفات كتير على فكره بتندرس دلوقتي من بعض المشاكل التانيه اللي برضو ما صادفتنيش في الفتره اللي فاتت اللي هي القصيره دي، بس معظم ملفات المشاكل العامه بتندرس ان شاء الله. دعموك اهل دائرتك، واصبحت في البرلمان، وانت الان خلاص عضو في البرلمان، هتعمل ايه ليهم؟ هل هتبقى متواجد ازاي؟ كيف ستكون التواصل؟ دايما دائرة أبو حمص وإيدكو في فراغ سياسي، بيقول لك ده مش موجود، ده في القاهرة على طول، ده في تجارة. يعني الدكتور هاشم ماضي ممثل الشباب، كيف يكون مع أهل دائرتي بعد نجاحي؟ هو إن شاء الله أنا يعني الحمد لله ثابت المكان، ثابت المسكن، ثابت العمل. ما اعتقدش اما الاقي برلماني هتخلى عن كل ده، نعم، عشان اهرب الناس في خدماتهم وفي مشاكلهم. لا بالعكس، انا الحمد لله برضو اقدر اقول لك ان انا بتواصل مع ناس كتير، وبحب اقعد اتناقش مع ناس كتير، وبسمعهم اكتر ما بتكلم. يعني انا ليا طبيعه ان انا بحب اسمع كتير اكتر ما بتكلم، استمع مره واستمع جيد يعني. لا مستمع جيد لسبب، الاستماع الكتير بيخلي العقل يدرس المشكله، يقدر يحدد، يقدر يرد على المشكله بصيغه كويسه. لكن لو انا ما استمعتش كتير واستمعت مره واحده المشكله او مشاكل من طرف وسبت الطرف الثاني، ده لو مشاكل في الدايره زي اللي بعاصرها مع ناس قبل الترشح، لا بيبقى الحكم عندك خاطئ او متسرع. فلا لازم تستمع، تبقى مستمع جيد وتفكر كويس قبل ما ترد في اي مشكله. فانا الحمد لله زي ما قلت ثابت المكان، ثابت العمل، موجود في ابو حمص، يعني مش هروح بعيد. وانا بفكر في حاجه كويسه بحاول اعملها مع صديق، يعني ان شاء الله ان وفقني الله اعملها، اعمل فريق عمل، مجموعه من الشباب، يعني الشباب الكويس في مجالس القرى دول، يشوفوا المشاكل اللي موجوده في كل مجلس قريه. نعم، فكره جيده. على اساس ان هو يبقى الموضوع مش هاشم ماضي، ده يبقى هاشم ماضي وتحتيه نواب تانيين في مجالس القرى، كله يحاسب، يبقى في محاسبه للشباب دولت المعروفين، وتسهيل لعرض المواطنين. لا، في محاسبه ليهم من خلال ان هم هيختاروا من مجلس القرية. تمام. بعد كده تسهيل الوصول المشاكل ليهم، ان انا كنت في القاهره زي حضرتك ما بتقول،
ان انا مش متواجد او مش فاضي او الكلام ده، فلا فنعمله فريق عمل نسموه فريق عمل برلماني في مجالس القرى، 5 شباب في مجالس القرى او 10 شباب على حسب كل مجلس قرية بيبقى مساحته كبيرة او مشاكله كتيرة، ونعمله عرض ملفات كل اسبوع كل اسبوعين كل شهر للشباب دول كل 3 شهور، والشباب يتدرب ويشارك مشاركة مجتمعية يحس بالمشاكل برضو اللي عنده لو هو مش حاسس بيها، يعني ممكن في شباب يحس بمشكلته هو تمام ما يعصرش مشاكل حد تاني بعيد عنه. نعم. فده اللي انا بفكر اعمله ان شاء الله، يعني انه وفقني الله. يوعدكم. فمش هيبقى الموضوع مقر انتخابي مثلا في ابو حمص ومقر انتخابي في ايدكو، لا انا بفكر يبقى موضوع مقرات انتخابيه في القرى في مجالس القرى برضو، لان هيبقى في صعوبه في القرى. هتبقى في مجالس القرى زي ما تكون مقرات انتخابيه مجمعه المشاكل المجالس، وبعد كده يبقى في اجتماعات دوريه يتعرض فيها كل المشاكل دي، تدرس المشاكل العامه الاول، المشاكل العامه الخاصه على فكره، لان في مشاكل عامه خاصه اللي بعديها، المشاكل الخاصه بعد كده ونقدروا نحلوها ونتواجدوا فيه. فده ده اللي اقدر اقوله، ان انا ان شاء الله ابقى موجود ومش قافل تليفوناتي ولا حاجه يعني. تمام. ده وعد الدكتور هاشم انه موجود في الوصول قدام، وهو ده فعلا الشاب اللي هو خير من يمثل اهل دائرته، سهل الوصول ليه، لا يتكبر عليهم، وهو منهم فعلا. بنسالك بما انك كنت بتلف في الدائره الايام اللي فاتت ديت، هل تجد المشاركه الفعاله هتكون موجوده في الانتخابات القادمه يوم 24 و25 السبت والاحد؟ ان شاء الله يبقى في مشاركه فعاله، لان هي هيتبني عليها 5 سنين قادمين، فلازم الناس تنزل تشارك عشان تختار ما هو بديل، لان هو النائب البرلماني لسان كل مواطن في الدائرة او كل فرد في الدائرة، بيقدر يوصل مشاكله او يقدر يحل مشاكله او يقدر يسعى بشكل او باخر لحل المشاكل العامة، سواء يبقى في تشريعات لقوانين ثابتة تحل المشاكل دي، او يقدر يحلها عن طريق حاجات كتير عن طريق التواصل، لان في مشاكل كتير هي عايزه تواصل ما بين النائب وما بين مؤسسات الدوله المختلفه اللي فيها المشاكل دي. من التواصل ده عاوز تقول ايه للناخبين؟ عاوز تقول لهم ايه وتوجه لهم كلمه؟ تقول لهم ايه؟ انا اوجه لهم كلمه ان يعني ينزل ويشارك، لان هو بيختار بديل ليه، بيختار زي ما يكون بيختار نفسه، فلما ينزل ويشارك لازم يشارك، اولا مشاركه كويسه، لازم يختار اختيار مظبوط، يختار اللي هيمثله بعد كده ايا مكان الاختيار، مش شرط يختارني انا، ممكن يختار اي مرشح تاني، بس لازم يكون اختياره اختيار صائب ويفكر فيه كويس جدا، لان الاختيار هيخلي الموضوع لفتره كبيره مش فتره قصيره. انا ما بختارش حد النهارده عشان يحل لي مشكله بكره، لا انا بختار حد عشان اقدر اتواصل معاه يحل لي مشكله عامه او مشكله خاصه لفتره طويله، فتره ال5 سنين، ده بيتغير فيها اجيال، فتره ال5 سنين. نعم. بيتغير فيها مشاريع، بيتغير فيها وزارات، حاجات كتير في الدوله. يعني لا، فالفتره مش قصيره زي الناس ما متخيله، فلازم الناس لما تنزل تشارك وتختار صح، مش شرط الاختيار يكون ليا، الاختيار يكون لاي حد انت شايفه يمثلك، انت شايفه يقدر يتواصل معاك، انت شايفه يقدر يسعى لحل المشاكل، يسعى، لان ممكن النائب البرلماني يسعى لحل المشاكل وما يقدرش يحلها، فهو على عاتقه مشاكل كثيره جدا يقدر يحلها وممكن ما يقدرش يحلها. فده اللي انا اطلبه من الناس، انها تنزل تنتخب، تحسن الاختيار، تختار اللي هي عايزاه، تختار اللي هي شايفاه مناسب ليها، لان هو مش بيدي صوته، لا ده هو بيختار نفسه. لا، موضوع بيدي صوتك امانه، لا مش بيدي صوته، ده هو بينزل يختار من يمثله، زي ما يكون عامل توكيل لحد بداله. يا سلام. عامل توكيل لسانه، فهو بينزل يختار حد يتكلم في مشاكله، يتكلم بداله، يقدر يديله رؤيته او مشكلته او الحاجه اللي هو متعسر فيها بشكل او باخر، عشان يقدر يناقش سواء قانون او سواء يخدمه فيها
فلازم يبقى عارف هو بيختار مين، ويعني الأفضلية للي انت شايفه يقدر يعمل حاجة للبلد أو للدايرة. ده اللي أقدر أقوله، ما أقدرش أقول أكتر من كده. استحسان الاختيار. تمام، من استحسان الاختيار. إذا أعزائنا المشاهدين، انزلوا وشاركوا يوم 24 و25 فرصة من 9 صباحا إلى 9 مساء لتختاروا من يمثلكم في مجلس النواب القادم 2020. زي ما قال الدكتور هاشم، 5 سنوات فعلا كتير أجيال. فعلا انت هتحتاج، هتبص تلاقي عاوز خدمه، هتبص تلاقي في مشاريع، في قوانين لزاماً مجلس النواب هو له الدور التشريعي والرقابي. دكتور هاشم، سعداء جدا باستضافتك، سعداء جدا بكلامك اللي بجد يدي اي حماس لاي شاب ان هو ينزل ويشارك، ويدي كمان حماس للشباب ان هو اتكلم. دكتور هاشم كم مره قال الشباب الشباب الشباب، وقال حتى الناس الكبار اتكلم عنهم، ولكن الشباب هم الطاقه اللي احنا عاوزينهم يشاركوا، وعاوزينهم هم اللي يمثلونا الفتره القادمه. في اي حاجه عاوز توجهها دكتور هاشم؟ لا، انا برضو يعني بشكر كل اللي هيشوف اللقاء ده من اهل دائرتي انهم سمعوا اللقاء، وبرضو بقرر اعتذاري ان انا الفترة قصيرة عليا ان انا اتواصل مع كل الناس. فيعني يا ريت يبقى الموضوع موضوع تقدير، ان انا مش قادر، انا نفسي ونفسي الفترة تبقى طويلة اكتر من كده عشان اقدر فعلا اتواصل واشوف المشاكل واسمع الناس اكتر من الفترة اللي هي انا لفيت فيها. انا يمكن الموضوع بالنسبة لي مش هقول مرهق، لا، الموضوع مرهق بس حلو، انك تتواصل مع الناس وتشوف مشاكل الناس وتتعرف على الناس. ده موضوع انا شايفه ان هو موضوع كويس جدا، بغض النظر عن ان اصبحت نائبا او لم اصبح. فان شاء الله انا برضو موجود، هسعى لاي خدمة ان شاء الله ربنا يقدرني واعملها للناس، اللهم ولي من يصلح، يعني يكون نائبا عن الدائرة. وأبو حمص زيدكو على فكرة من البلاد اللي هي البلاد الطيبة، اللي هي البلاد الريفية الطيبة، ناس البسيطة، ناس بسيطة، أحلامهم جداً. بسيطة كمان. الأحلام البسيطة، أحلام معيشية بسيطة جدا. تحقيقة. فأي نائب برلماني يجي يتواصل مع الناس ويحاول يخدم الناس هينجح، ويحاول يشوف الحاجات البسيطة ديت، وإن هو هينجح، ومش هينجح المرة دي بس، هينجح بعد كده، وهينجح بحب الناس. ده اللي اقدر اقوله. حب الناس فعلا اللي دفعوا الى ترشح، وحب الناس اللي هو حريص عليه. انا يعني الحوار شيق جدا، وبشكرك جدا دكتور هاشم ماضي على استضافتك، والشكر موصول لكم اعزائنا المشاهدين. و يعني كان معانا الدكتور هاشم ماضي، المرشح عضوية مجلس النواب عن دائرة أبو حمص وإيدكو، رقم 9 رمز المروحة. ونذهب الآن إلى الاستوديو. مشاهدينا الكرام، يا رب يكون استمتعتوا بهذا الحوار اللي كان خارجي وكان مسجلا مع الدكتور هاشم ماضي. لظروف وجوده مع أهله ومع الدائرة، كانت الفترة الدعاية الانتخابية فترة قصيرة، فلم يقدر على الوصول إلى مدينة الإنتاج الإعلامي للقناة HBC للتصوير، فصورنا معاه خارجيا. أتمنى يا رب يعني يكون ويحوز على رضاكم على قد ما قدرنا التسجيل. دكتور هاشم، زي ما انتوا شفتوا اتكلم وقال الشباب كذا مرة، زي ما انا علقت، الشباب الشباب الشباب. فعلا مراكز تأهيل الشباب اللي موجودة في هذه في هاتين الدائرة ابو حمص، في هذه الدائرة ابو حمص وايدكو، موضوع نادي الشباب حتى في ابو حمص الى الان يا جماعة ابو حمص ما فيهاش حمام سباحة سواء خاص او حكومي. الناس بتودي اولادها يعني معرفش اسكندرية بقى ودمنهور، يعني الى الان مفيش. يعني مش عارف صراحة يعني ليه التهميش، وليه فين الـ 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 يعني حتى القطاع الخاص ممكن انه يشارك بحمام سباحة وهيكسب منه مكاسب كثيرة، والطرق الغير ممهدة. وزي ما علقت انا بناشد المسؤولين في محافظات البحيرة عن موضوع السيارات الأجرة بالذات اللي بدون لوحات معدنية، ده ناقوس خطر كبير جدا بيواجهنا.
دلوقتي طبعا احنا بيسعدنا مشاركتكم على الهاتف اللي موجود على الشاشه، وكمان احنا في حوار هادف بيسعدنا تواصلكم معنا على صفحتنا حوار هادف سواء بالانجليزي او بالعربي على الفيسبوك، وبرضه هتشوفوا حلقاتنا دايما على اليوتيوب على صفحه حوار هادف على اليوتيوب او صفحه اتش بي سي الصحه والجمال ايضا على اليوتيوب، وبيسعدنا دايما مشاركتكم الفعاله والنقدي كمان عشان الوصول الى ما يفيدكم وفعلا تكون فيه الافاده والمتعه ليكم. لو في اي اتصالات هادفيه ممكن اللي احنا ندخلها الان على الهواء. زي ما قال الدكتور هاشم ماضي، هنا مجلس فعلا الشباب هم اللي عاوزينهم بقى يمثلونا، والرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده السياسيه بتدعم الشباب، برنامج الرئاسي اللي رشح فيه كثير من الشباب الان مرشحين نفسهم، ان حتى هو مرشح نفسه فردي مستقل رقم 9 رمز المروحه، هو شاب طموح ودايما بينادي لمصلحه الشباب، وكان لما حتى بيقابل الكبار في السن بيقولوا اهم حاجه تشغل لنا الشباب. الناس طالبه حاجات بسيطه جدا، يعني حتى بيطلبوا لابنائهم وبيطلبوا ل يعني ذويهم الموجودين عشان البطاله. راجل يعمل يعني بفكر الاستثمار، بفكر وجود مصانع لخلق وظائف للشباب. رجل يعمل زي ما قلنا بمنطوق كل لتطوير الحياة الكريمة وتوصيلها للشباب. أنا بحييه وأتمنى له كل التوفيق، هو الدكتور هاشم ماضي المرشح لعضوية مجلس النواب 2020 في مرحلتها الأولى يوم 24 و 25 أكتوبر السبت والأحد الجايين، لسه الأسبوع القادم يعني يوم 24 و 25 أكتوبر. وبقول لجميع اللي بيشاهدونا انزل وشارك، شوف لجنتك على النت، ادخل على الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتب الرقم القومي بتاعك، اعرف لجنتك فين، يومين من الساعة 9 صباحا للساعة 9 مساء روح للجنة، ادي صوتك ورا الستار، ما حدش شايفك انت بتعمل ايه، اختار اللي يمثلك واقعيا وحقيقيا مش اللي يقولك ايه ولا يقولك ايه. احنا معنا دلوقتي مداخلة هاتفيا، معنا الأستاذ مصطفى عبد الحميد. اهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى، أنت على هواء مباشرة في حوار هادف. أستاذ مصطفى؟ أستاذ مصطفى؟ أستاذ مصطفى عبد الحميد أنت على هواء مباشرة في حوار هادف؟ طيب عاود الاتصال مرة أخرى. أيوه أيوه أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا بحضرتك. انت من ابو حمص ولا من ايدكو؟ انا من ابو حمص. اهلا وسهلا استاذ مصطفى، اهلا وسهلا بحضرتك ومشاركتك، اهلا وسهلا. الله يكرمك، اشكرك. اتفضل يا فندم. اتفضل. حضرتك عاوز تقول اي حاجه؟ لا انت قلت يعني القناه طلبتني، عاوز تسال ايه؟ انا ما اعرفش. حضرتك احنا كنا لسه مع حوار مع دكتور هاشم ماضي رقم 9 رمز المروحه المرشح لعضويه مجلس النواب 2020 في المرحله الاولى 24 و25. المرشح عندنا رمز المروحه. تمام، يعني عاوزين ايه من الدكتور هاشم ماضي؟ بتدعموه؟ والله ابو حمص طبعا احنا الدكتور هاشم شخصيه محترمه من الشخصيات المحترمه. نعم احنا شايفين الصوره اهو دي في انسان مثقف. نعم. عارف ادوار النائب البرلماني، هو مع بالنسبه له عارفه. نعم. مثقف، اذا كان دور تشريعي ممكن حاليا في دور الخدمي في غياب المحليات. فاحنا طبعا بننتظر منه كتير، لانه انسان برضه مثقف وعارف وعايش وعايش في وسط ابناء الدايره وعارف ايه طلباتهم وايه مشاكلهم. عندنا ابو حمص مشاكل يا القناه حضرتك مقرها فين؟ احنا في مدينه الانتاج الاعلامي. هو عايش طبعا عارف مشاكلنا هنا، احنا ناس ابو حمص بلد برضه يعني معظمها زراعي. تمام. احنا احنا فيها احنا مشاكل كثيره جدا، فيها البنيه التحتيه بتاعتها مهمله من فتره طويله. تمام، نتمنى ان شاء الله من ياتي في دائره ابو حمص ايدكم يكون على قدر من المسؤوليه، وده دور الناخبين انهم يدلوا باصواتهم لمن يمثلهم ليس لمصالح او لغيرها. شكرا استاذ مصطفى عبد الحميد من ابو حمص، اهلا وسهلا بيك. ناخذ مداخله ثانيه يا شباب.
طيب لحد ما تيجي المداخلة التانية زي ما هو بيقول في تهميش فعلا المنطقة بحمص وإدكو من المناطق الريفية اللي قد تكون فيها بعض التهميش، محتاجين فعلا عضو برلماني قوي يذكر مركز أبو حمص زي ما بيقولش إلا اسم حد من 30 سنة، محمد عامر جبل الله يرحمه. معانا عبد الرحمن من أبو حمص، أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن، وأهلا أنت على الهواء مباشرة في حوار هادف. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفرجت على الحوار والدكتور هاشم صراحه من الشخصيات المحترمه والشخصيات اللي هي طول عمرها بتحب تعمل حاجه للبلد. طيب انت هو الان شاب وخير من يمثل الشباب زي ما انت هتقول اهوت، لكن انتوا طالبين منه ايه؟ يعني انت احنا عاوزين ايه من عضو البرلمان القادم لدايره ابو حمص وايدكم؟ عاوزين منه والله ايه؟ في مشكله مش لا ما حدش اتكلم فيها لغايه دلوقتي. ايوه هي خطف الاطفال خاصه، الموضوع ده انتشر في ابو حمص بطريقه وحشه جدا. احنا بنشهد المسؤولين خطف الاطفال في ابو حمص على مسؤوليه الاستاذ عبد الرحمن، وبقى في الجمهوريه كلها مش ابو حمص بس، احنا عايزين فعلا النواب يهتموا بالموضوع ده. لازم القانون بتاع القطف، يعني انا بنتي واختي كانت اتخطف والحمد لله ربنا ستر، والمجرم خد 3 سنين بس. طب احنا بنناشد احنا 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 بنناشد الان في ابو حمص والمسؤولين على السيارات الميكروباص اللي بدون لوحات معدنيه، انت معايا بتشوفها كتير صح؟ يعني حاجه واضحه جدا، والتكاتك اللي بدون لوحات معدنيه وبتسرق برضو الاطفال والتكدسات اللي بيهم، يعني حاجه صعبه صراحه. صعبه جدا، وربنا يكرم ان شاء الله دكتور هاشم يهتم موضوع برضو المزلان بتاع ابو حمص لانه برضو عامل مشكله ان شاء الله تتحل قريب على ايده، وربنا يوفقه ان شاء الله. انا عارف ان شاء الله ان هو باذن الله هيعمل للبلد، لانه طول عمره بيتكلم هو نفسه يعمل للبلد يا رب ان شاء الله. شكرا استاذ عبد الرحمن من ابو حمص، شرفتنا ونورتنا في حوار هادف. مشاهدينا الكرام، اذا انتخابات البرلمانيه في المرحله الاولى اللي بتشمل 14 محافظه يوم 24 و25 داخل مصر، انزل شارك بفاعليه، اختار المرشح اللي يمثلك اللي هو منك اللي هينوبك اللي هيكون وكيل عنك لما يعدي القوانين جوه المجلس، مش واحد قريبي ولا واحد اصل اشتراه بالفلوس ولا واحد، لا ده هيروح مجلس النواب دوره تشريعي ورقابي، ولما يجي لك الدايره دوره برضو لو انت محتاج خدمة او محتاج يوصل معلومة او محتاج للحكومة يوصل لها معلومة او يراقبها، اذا هو اللي بينوب عنك. يبقى ليه بنختار غلط؟ ليه ما بنزلش نشارك؟ ما نختار صح، ما هي فرصة هي تلال خلاص، يعني انتهى الزمن اللي هو يعني دلوقتي خلينا نقول اللي احنا عايشين الديمقراطية وخلينا نروح نشارك بفعالية، برجاء نشارك بفعاليه. زي ما قلت لكم لسه كنت بتكلم، الهيئه الوطنيه للانتخابات هتدخل على الموقع على النت، هتاخد اللجنه بتاعتك بالرقم القومي، هتروح يوم 24 يناسبك ماشي، يوم سبت لو انت اجازه او يناسبك من الساعه 9 الصبح للساعه 9 مساء، يوم الحد كان يناسبك من الساعه 9 الصبح للساعه 9 مساء، ادلب صوتك. مثلا دايره ابو حمص وايدكو هتعلم على 2 بالنسبه للي هو الفردي او اللي هم التاء، وفي قائمتين هتعلم على واحده وشكرا، بس مش هتعمل حاجة تاني. يبقى إذن المشاركة والفاعلية، وبنتمنى إن شاء الله بإذن الله أن نقدم المعلومة المفيدة. حوار هادف مع دكتور محمد الغزالي يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 7:30، وتابعونا على صفحتنا حوار هادف أو على اليوتيوب. أنا بشكر كل فريق العمل اللي بيشاركني، فرصة هوت اللي أنا أقول لهم على الهوا شكرا بجد. يا جماعة الكواليس وراء الهوا بجد قد يعني بتظهر الصورة ليكم، لكن الكواليس والأراء واللي بيقدموا المعلومة وبيقدموا الحلقات بتاعتنا اللي فاتت الدسمة، أنا بشكر في الإخراج المخرج الرائع والجميل الأستاذ محمد كيلاني، بشكر مدير التصوير الأستاذ محمد نجاح، وفي المخرج التنفيذي الأستاذ عمر عمرو، والفي تي آر الأستاذ محمد بسطاوي، والإضاءة رامي، ومن الصوت عم عبد الكريم وعم علي. وبشكركم جدا أعزائي المشاهدين ومشاهدينا الكرام في كل مكان، دوما إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم بفقرات تليق بفكركم وبالمعلومة اللي تفيدكم. سعيد جدا بتواصلي معاكم النهاردة على مرتين في حلقتين، وإن شاء الله بإذن الله حوار هادف مع دكتور محمد الغزالي الجمعة المقبلة 7:30 بتوقيت القاهرة. إلى اللقاء.